اخبارك؟ مساء الخير، تحية لكل مشاهدي تلفزيون دبي وكافة قنوات مؤسسة دبي للإعلام، تلفزيون دبي، سما دبي، دبي وان، دبي انترناشونال، إذاعة دبي اف ام. ونرحب بكم طبعا مشاهدينا أينما كنتم في هذه التغطية الخاصة لاحتفالية اكسبو 2020 سنة لننطلق. طبعا بدوري بدي رحب ايضا بزميلتي المتواجده معي في التغطيه لميز. مساء الخير لميز. مساء خير وسعاده وتفاؤل ومحبه يا ساندي. حبيبتي يا لميز شكرا. اذا مشاهدينا الكرام نحن متواجدين معكم هنا في حديقه البرج في دبي بمحاذاه برج خليفه، اين انطلقت احتفالات كبيره ورائعه، اجواء من الفرح وتواجد الالاف من الناس طبعا من داخل دوله الامارات وايضا من خارجها للمشاركه في احتفاليه سنة لننطلق، في انتظار طبعا لحظة تتويج هذا الاحتفال بالعد التنازلي على واجهة برج خليفة الساعة 8:20 للإعلان عن بقاء سنة واحدة فقط لانطلاق اكسبو 2020 دبي. هذه طبعا لميز تظاهرة بالفعل استثنائية ستحتضن مختلف دول العالم، ليس فقط الإمارات أو الدول العربية، مختلف دول العالم وشعوبها من أجل طبعا الابتكار، التعاون المشترك والعمل المشترك لصنع مستقبل أفضل للجميع. صحيح يا ساندي، أجمل تحية لكم مشاهدينا وبالكثير من الفخر والتفاؤل والسعادة نعيش أجواء هذه الليلة المميزة في مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بتبقي سنة واحدة بس على انطلاق اكسبو 2020 دبي. 7 فعاليات طبعا يا ساندي تشهدها الامارات، تتضمن العديد من العروض الغنائيه والالعاب الناريه، واللي انطلقت الساعه 5 PM وتستمر الى غايه الساعه 10 PM. صحيح. طبعا يا ساندي ليس فقط في دبي انما في جميع امارات الدوله. بالفعل لميس، يعني هذا يمكن اجمل شيء انه هي تظاهره في كافه انحاء دوله الامارات، سيكون طبعاً هناك احتفالات كما ذكرنا في الامارات السبع ليس فقط في دبي وانما ايضا في العاصمه ابو ظبي، في اماره الشارقه، في اماره عجمان، في اماره راس الخيمه، ام القيوين والفجيره، كما نشاهد مشاهدينا العروض الفنية الجميلة التي تحدث الآن، ألعاب نارية وفرق موسيقية، الكثير من الفعاليات الجميلة، يعني وكأن جميع إمارات الدولة معنية بإكسبو دبي 2020. يعني أنا بسمي عرس جميل، عرس ثقافي كبير يعني. وننتقل وإياكم الآن إلى الصور المباشرة التي تأتينا مباشرة من إمارة الشارقة للاحتفالات التي تحدث بالتزامن مع طبعا الاحتفالات في إمارة دبي. طبعا كل إمارة تحتفل بطريقتها الخاصة، يعني وجميع الاحتفالات هذه بالتزامن مع احتفال دبي صحيح سنة لننطلق على دبي اكسبو 2020. بالفعل نعم، يعني الاحتفالات كما تشاهدون مشاهدينا مستمرة في جميع إمارات الدولة، كل هذه الاحتفالات فقط للتعبير عن الفرحة والحماس والترقب لهذا المعرض الدولي العالمي الكبير بهذه الأهمية اللي راح تستضيفه طبعا دولة الإمارات، هي ليس فقط يعني دولة عربية لكن أول دولة في المنطقة كذلك، وهذا فخر للجميع. نعم طبعا يا ساندي، مثل ما تعرفين أصعب شيء في هاي الدنيا البدايات. صحيح. خلونا نتابع مع مشاهدينا بدايات معرض إكسبو الدولي من خلال هذا الفيديو. خلونا نشوف. Human history is written through progress from where we were to where we are heading. Driven by the need for change and fueled by innovation. For over 168 years, one place has witnessed the best of humanity, a global showcase for innovation and achievement. From the iconic Eiffel Tower, the wonders of the X-ray machine, the first live TV broadcast, unlocking of the atom, the very first IMAX cinema experience, the first mobile phone. Every chapter of our modern history has been showcased at the World Expo.
And now, for 6 months from October 2020, the UAE gets ready to welcome the world as the World Expo comes to the Middle East region for the first time. 192 participating countries coming together. Millions of visitors from across the globe will witness the best humanity has to offer and the world's greatest show. Expo 2020 Dubai. Immersive experiences from around the world. 192 participating countries. Over 200 food outlets. More than 60 events every day. 173 days of food, music, culture, tech, creativity, and endless excitement for everyone. Expo 2020 Dubai. 6 months of discovery, a lifetime of stories. Join us at the world's greatest show. يعني لميس أنا فعلا كل حماس متحمسة جدا لهذا المعرض الكبير ومثل ما شفنا هناك الكثير من الاختراعات والأمور طبعاً. اللي راح تنطرنا في هذا المعرض طبعاً. فنحن جاهزين ومتحمسين إن شاء الله جدا. شفتك قبل شوي يا تشوفين موبايلك اللي قبل الهواء صح شكلك يا ستريال العد التنازلي طبعاً. الانطلاق طبعا لميس وحتى هلأ بصراحة قاعدة أشيك الوقت تماما لأنه كلنا عم نستنى العد التنازلي على واجهة برج خليفة طبعا يعني كلنا مفاجآت موجودة بانتظارنا ولكن هل أنت تعرفين أن حتى الموبايل اللي استوى يشغلنا طول الوقت كانت انطلاقته الفعلية أو انطلاقته الأولى أو يعني عرضة للجمهور للمرة نعم. الأولى من خلال معرض إكسبو العالمي في مدينة في أوساكا اليابانية في عام 1970 على ما أعتقد هذا معلومة جديدة يا لميس شكرا نعم. كثير إليك علي أنا أول مرة بعرف لكن اللي بعرفه متأكدة منه أنه أول مشاركة للإمارات في معرض إكسبو الدولي كانت في عام 1970 عموما مشاهدينا المزيد من المعلومات رح نتعرف عليها لكن خلونا الآن نرحب بضيفنا الكريم في استوديو هذه التغطية السيد نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي أهلا وسهلا أهلا وسهلا في معنا اليوم شكرا. يسعد أوقاتك معنا بداية سيد محمد خلينا نتعرف على إكسبو 2020 في دبي ماذا يحضر للعالم وماذا يعد إكسبو 2020 دبي العالم بداية أشكركم طبعا لوجودكم ويانا في هالاحتفال احتفال مهم بالنسبة لإكسبو 2020 مهم بالنسبة لإمارة دبي ولدولة الإمارات نعم. هالحدث طبعا لأول مرة يستوي في منطقتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا وطبعا يوم نفكر في هالحدث في أشياء مميزة بالنسبة ل2020 حدث إلى تاريخ مثل ما شفتوا في تقريركم 170 سنة من معارض إكسبو بس لأول مرة في تاريخ إكسبو بيكون إن شاء الله ويانا 192 دولة يشاركون ويانا في هالحدث الكبير حدث مميز وإذا تتذكرون اليوم اللي نحن فزنا فيه ملف إكسبو في 2013 كنا طبعا مو بس نحن كمواطنين والوافدين الدولة كلها كانت تحتفل في هاي الإنجاز ويمكن الشيء اللي ما كنتوا تعرفونه أن ربحنا ب116 صوت نعم. أكبر ربح حصلنا كدولة الإمارات في تاريخ المعرض الكبير هذه معلومة جديدة حقنا أنا وساندي طبعا هذا شيء مشرف طبعا, طبعاً. للإمارات وللعرب نعم. جميعا إذا كان إكسبو 2020 مجرد إعلان قبل كم سنة فقط صحيح. ولكن الحين اليوم بالذات نحتفل بسنة لننطلق صحيح. شو أهمية هذا الاحتفال اليوم طبعا بجانب موضوع الدول المشاركة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عنده اهتمام كبير بالنسبة للشباب فموضوع الشباب نحن من بداية مسيرتنا نظرنا إلى الشباب بطريقة مختلفة لأن من معرض إكسبو صح المعرض هو 6 شهور بس الفكرة أن نحن نقدر نستفيد من هالمعرض لسنوات كثيرة ما بعد ما نسكر أبوابنا فانطلقنا بكذا مبادرة يمكن بعطيكم نبذة عن مبادرتين أول واحدة المبادرة المدارس المشاركة في إكسبو 2020 فكرتنا أن كل طالب في دولة الإمارات في المدارس والجامعات من أول صف لين آخر صف في الجامعة لابد أنهم يستفيدون من المعرض هذا العالمي يون مرة مرتين ثلاث
عندنا برامج مخصصة بالنسبة للمشاركين، والفكرة أنهم هم يقدرون يتعلمون من هاي الفعالية العالمية، مو بس في مرحلة دراستهم، إن شاء الله بيستفيدون منها لسنوات كثيرة ما بعد إكسبو. بعطيكم مثال ثاني، في كل معرض إكسبو يتكلمون عن الإرث الاقتصادي بالضبط. فنحن سوينا دراسة ويا شركة أرثن يانك بالنسبة للإرث الاقتصادي أو الإضافة الاقتصادية اللي بتستوي إن شاء الله إلى اقتصاد دولة الإمارات على مدى 30 سنة. والفكرة من الدراسة هاي كانت تقترح 122 مليار كعائد إضافي لاقتصاد دولة نعم. الإمارات إن شاء الله من قبل إكسبو نعم. 2020. سيد نجيب، خلينا الآن يعني نتحدث عن صلب الاحتفالية إكسبو 2020. يمكن الجميع يتساءل كيف ستكون هذه الانطلاقة المشرفة العظيمة اللي كلنا يعني نترقبها، وأكيد لكم أنتم رؤية خاصة في هذا الموضوع، كيف ستكون؟ إن شاء الله نحن نتكلم عندنا 365 يوم لبدء الحدث العالمي، بس نحن مثل ما تشوفين فعالياتنا بدت، الجمهور معانا من بداية مسيرتنا، وهذا يميزنا نحن في دولة الإمارات عن أي مشاركة ثانية صارت قبلنا. وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دائما حث أن هذا لازم يكون حدث مختلف عن أي حدث قبلنا، فعندنا أشياء جديدة إن شاء الله بتطرق من إكسبو 2020. في شيء حصري ممكن بيكون نعرف، خلينا نعرف شيء بيكون إن شاء الله أشياء كثيرة. خلنا أعطيكم مثال بالنسبة للتقنيات أو التكنولوجيا اللي بتكون موجودة في معرض إكسبو. كثير من الدول بيبون آخر مستجدات اللي عندهم. إذا تكلمنا عن دولة ألمانيا كسبيل المثال، ألمانيا مشهورة بالتقنيات اللي عندها، بس بيبون تقنية جديدة اللي هي الإليفيتر أو الليفت اللي هو بدون الحبال. ان تقنيه هاي تكون الافشنسي مالها اعلى، ونفس الوقت السرعه التنقل من طابق الى طابق، وحتى لو كما كان فيرتيكال يمكن يكون هوريزونتال. نعم. تقنيه جديده بنشوفها لاول مره ان شاء الله في معرض إكسبو. ان شاء الله. اذا على ما اعتقد يا ساندي عندنا تقرير صح عن يعني على موضوع على الاختراعات والاكتشافات الجديده. اذا طبعا ليس فقط قبل شوي تكلمنا عن الموبايل يا ساندي، ليس فقط الموبايل اللي تم عرضه في المعرض العالمي إكسبو، كذلك الكثير من الاختراعات والكثير من المذاقات كذلك اللي تم طرحها خلال معرض إكسبو. خلينا نشوف هذا التقرير. يعني لميس انت مستعده مثل ما شار التقرير، انت مستعده المذاقات والله مستعده ما دام في نافوره شوكليت وفي اشياء ثانيه لذيذه، فابدا ما عندنا مانع وكاتشب وايس كريم يعني ما شاء الله ماكولات طيبه طلعت بإكسبو. لكن طبعا نحن في انتظار وحماس وترقب لما سيكشف عنه إكسبو في دوره العام المقبل، ونريد ايضا مشاهدينا الكرام ان نشير الى ان منطقه ردهة العائله بمطار دبي ستنقل ايضا هذا البث الحي وهذه التغطية المباشرة من خلال تلفزيون دبي، والذي طبعا سيتابعه اليوم الالاف من المسافرين عبر شاشات مطارات دبي، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لمطارات دبي. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن وإياكم إلى زميلتنا أمل الجابري اللي أكيد راح تنقل لنا أجواء الاحتفالات مباشرة لميس نعم. قلب الحدث، هي موجودة الآن في برج بارك وأكيد راح تعطينا نظرة أوسع. هاي هاو ار يو أمل، أوفر تو يو. ألفو
Thanks, Sandy. Yes, I'm here at Burj Park. It is one of the most talked about spots right now, especially with the exciting countdown, the 1 year to go countdown to the world's greatest show, Dubai Expo 2020. The event is also a great platform to launch Dubai Stars, which is what's happened today. And with me is Shaima bin Brake, the GM of downtown Dubai, and she's here to talk to us more about Dubai Stars. So welcome, Shaima. Thank you. You can tell us a bit about Dubai Stars, as well as how significant it is to launch Dubai Stars during this very momentous occasion as we talk about the Dubai Expo 2020. Sure. The Dubai Stars is a way to celebrate and recognize change makers, eminent personalities, and remarkable organizations that are having a positive impact on society. Today is just an incredible day to celebrate this with 1 year to go. And specifically, the Expo 2020 is one of these organizations that really isn't an exception. It's really my privilege to award the Dubai Star to the Expo 2020 team with 1 year to go until this momentous occasion that the UAE and the world is waiting for. Great. It's amazing. Congratulations, Khaloud. I would like to thank on behalf of Expo 2020 team, Omar, our partners, for this gift. Thank you. Thank you. Alf Mabrook and congratulations, Khaloud. Thank you, Shaima. Shukran. Thank you. Great. Back to you, Sandy and Lamis. سرقنا الوقت. شيماء. إذن مشاهدين الكرام شكرا لك أمل الجابري. Thank you so much أمل. طبعا نحن بدنا ننوه لميس للمشاهدين أن طبعا نحن قاعدين نتكلم يمكن بالإنجليزي وبالعربي طبعاً. وهذا كله لأنه طبعا يعني حفل بهذه الضخامة هو حفل عالمي 25 مليون متابع حاليا ومشارك كذلك. صحيح رح يكون طبعاً. في أكثر من 25 مليون زائر ربما. تخيلي اللغات اللي طبعا الإنجليزية ممكن يفهمها تقريبا 25 مليون مختلف الثقافات طبعا متابع. نعود الآن إلى ضيفنا في الضيف السيد نعم. نجيب محمد نعم. وسؤالنا الأخير سيد نجيب, ما الذي يميز إكسبو 2020 عن كل الدورات السابقة التي تحدثت عنها؟ يمكن إذا فكرنا بإكسبو 2020 في أشياء كثيرة تميزنا, بس يمكن من الأشياء المهمة الإنسان أو تركيزنا على الإنسان. طبعا تشوفون اليوم أن الكل مشاركنا, ونحن في مشروع أو حدث إكسبو 2020 بيكون عندنا جميع فئات المجتمع مشاركيننا, من مواطنين وافدين داخل الدولة, الزوار اللي جايين من جميع أنحاء العالم يميزنا بطريقة مميزة, الدوائر الحكومية دائما نحن نقول الحدث العالمي دائما يكون قوي إذا الكل يشارك. الحمد لله ويا مشروعنا عندنا الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية من جميع الإمارات عندهم شيء مميز في مشروع إكسبو 2020. نعم نعم. إذا ضيفنا السيد محمد نجيب العلي المدير التنفيذي المكتب إكسبو 2020 دبي, شكرا لوجودك معنا. مشكوري ما قصرت. شكرا سامي. شكرا لك. شكرا لك. إذا مشاهدينا كل راغبين في الانضمام إلى الاحتفالات يا ساندي. صحيح نعم. أكيد كل الأشخاص اللي حابين طبعاً. ينضموا طبعا للاحتفالية مشاهدين الكرام نعم. ستكون مستمرة الاحتفالية نعم. لغاية الساعة 10 بالضبط. مساء. وطبعا جميع إمارات الدولة جالسة تحتفل معنا بالتزامن, وكل إمارة بطريقتها الخاصة. صحيح نعم. يعني لميس حيكون في عنا طبعاً. احتفالات في العاصمة أبو ظبي في متحف اللوفر نعم. وكذلك واجهة المجاز المائية في الشارقة نعم. متحف عجمان, كورنيش أم القيوين, كورنيش بالضبط. القواسم في رأس الخيمة نعم. وقلعة الفجيرة طبعا. وأكيد سيبدأ العد التنازلي مشاهدينا على واجهة برج خليفة. يمكن لميس هذا هو الحدث الأبرز اللي كل طبعاً. المشاهدين بانتظاره, وكنا أنا وأنتي في انتظارك كذلك عشان نستمتع بالكثير من الفعاليات الجميلة في دبي اليوم, وتحديدا طبعاً. دبي يعني دائما ما تبهرنا نعم. بالمفاجآت الجديدة. إذن عبد اللطيف القرقاوي نائب رئيس إدارة المشاركات الدولية إكسبو 2020 دبي, حياك الله ويانا في احتفالية
سنة لننطلق. أهلا وسهلا. حياة الله هي تحيتنا المحلية، وهو هي كذلك تم اعتمادها في إكسبو للترحيب بجميع الزوار. يا سهلا طبعا حياة الله للإناث وحياتي. تعلميني يا ذكور حياك ولا حياك؟ حياك حقك. أيوة حياك المخرجنا. يعني أنا هلا بقول لمها حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا فيك يا هلا. شو بتحبي تقولي بداية يا مها؟ كلمة ترحيبية في هذه الاحتفالية الجميلة سنة لننطلق. طبعا جدا جدا سعداء أن اليوم نكون في هذا الحدث المميز. باجي سنة على انطلاق أكسبو 2020. يمكن الكثير ما يعرفونه اتطرقتوا له أنتوا في البرنامج، ولكن أن أكسبو 2020 أو معرض أكسبو الدولية هو أقدم معرض دولي في العالم. يمكن عمره أكثر من 160 سنة، وخلال 160 سنة ولا مرة أقيم في الشرق الأوسط ولا مرة أقيم في دولة عربية. فنحن جدا فخورين في مدينة دبي وفي دولة الإمارات. جدا فخورين بهذا الإنجاز. كم عدد المشاركين وصل إلى اليوم دبي 2020؟ خبرينا عدد المشاركين الدوليين أو عدد الدول اللي أكدت مشاركتها في أكسبو 2020. اليوم وصل إلى 192 دولة أكدت مشاركتها، وطبعا هذا الرقم بحد ذاته يعتبر رقم قياسي، رقم يذكر ويحسب لدولة الإمارات ولمدينة دبي. يعني نحن كجهة منظمة، التفاوت من الدول على أنهم يكونون جزء من هذا الحدث، على أن يكونون جزء من منصة أكسبو 20، كان يعني جدا مبهر. كل الدول بيكون لها تواجد. الدول جميل جدا. هذا إنجاز يا مرحبا حد ذاته. أكيد. خلينا نتحدث أكثر الآن عن استقطاب ربما فئة الشباب الإماراتي، استقطاب أكسبو لهذه الفئة. يعني الشباب الإمارات اليوم يشرف على الكثير من التجهيزات لهذا الحدث الكبير. حدثينا أكثر عن مشاركة الشباب. الشباب دائما كانوا هم من البداية في قلب أكسبو 2020. كل الإنجازات اللي حققناها إلى تاريخ اليوم كانت بإيد وبسواعد شباب وشابات إماراتيين. تحصلونهم مهندسين في الميدان، يتواصلون مع حكومات عالمية، مع شركائنا المحليين والاستراتيجيين، والكل يعمل بشغف والكل يعمل بحب عشان يطلع أكسبو 2020 بأفضل صورة، تشرف دولة الإمارات إن شاء الله وتشرف شيوخنا. طبعا ما نقدر نتكلم يا سان ويا مها عن دبي 2020 من غير ما نتكلم عن التطوع. خبرينا عن التطوع في دبي 20 اكسبو 2020، اهميته، وكيف من الممكن ان نحن نتطوع سواء اماراتيين او من الدول العربية الشقيقة. يعني اختي لميس، يمكن من يوم ما فزنا في 2013 بشرف الاستضافة والكل يسألنا كيف نقدر نكون جزء من هذا الحدث. يعني جميع الفئات العمرية، موظفين، طلبة، امهات، متقاعدين، الكل يبغي يساعد والكل يبغي يكون جزء من هذا الحدث. اليوم وصل عدد المتطوعين المسجلين في أكسبو 2020 إلى أكثر من 30,000 متطوع. ويعني نوجه رسالة عبر قنوات شبكة دبي للإعلام في كل من يرغب بالتطوع أن يتواصلوا ويا أكسبو 2020 من جميع الجنسيات، من جميع الفئات العمرية. فرصة التطوع متاحة للجميع. جميل جدا. يعني ويمكن الجميل في الموضوع أنه هناك كثير من المؤسسات تشارك في هذا البرنامج، يعني واصل فعلا لكل فئات الشعب ولكل الجنسيات بالفعل. ونحن كمان مؤسسة من أبرز المشاركين، إن شاء الله بنكون من أوائل المتطوعين معكم. في الانتظار عشان نبدأ نتطوع إن شاء الله بإذن الله. مشاهدين الكرام، سنعود لك يا مها، أكيد سيكون لنا عودة ربما في التغطية. يعني كما نشاهد هذه الاحتفالات مستمرة، هذه هي الأجواء كما نشاهد في برج بارك أو حديقة برج خليفة. أجواء جميلة من طبعا الفرح والاحتفال، عروض فنية جميلة من جميع الجنسيات في هذا المكان الرائع. ويقال أن هذا المكان يا ساندي اليوم يستقطب تقريبا 7,000 زائر من جميع الجنسيات، جميعهم يستمتعون بالكثير من الفعاليات الجميلة، يحييها الكثير من الفنانين العرب. طبعا اليوم إن شاء الله بيكون عندنا الفنان حسين الجسمي، الفنانة مارايا كاري، وحاليا ننتقل إلى زميلتنا أمل الجابري. نعم، إذا ننتقل مباشر مرة أخرى لأمل جابري. Back to you أمل. أمل، how are the celebrations looking on your end؟
Great. I'm here at Burj Park again, and activities are endless. There's so many things out here. Everyone's having so much fun. The energy is amazing. There are so many different things happening. Actually, we have Salama's World with the mascots for Expo 2020, Rashid and Latifa. We also have some dancers. We've got ballerinas. We've got jugglers. We've got various forms of entertainment. There are even T-shirts being printed. So there's so many things for everyone of all ages. And one of the visitors we have Radra and Sashi, who are here enjoying the activities with the rest of the world. Radra. Hi, good evening. I'm fine, yeah. How are you enjoying the activities today? Yeah, it's very good. From the day one of the expo when we were voted it for Dubai, I was very much excited to be a part of this program. And that's why I'm here today. And living in Dubai, I think so much excited to, I'm waiting for the event to happen next year in 2020. There's so many activities and singers, of course. We have Hussein Al-Jassmi, Mariah Carey, Shraddha Kapoor. How excited are you? How are you enjoying the activities so far? Really excited because we know this is a historic event in Dubai. It's nice to be part of this historic event. We all were looking forward for this. And I think it's just 1 year to go, and it's nice to be part of this event. It seems to be a lot of grandeur here. People are enjoying. It's such a lovely initiative, I would say. It brings people together, and you know, we look forward for more such things. Yeah. Thank you so much, Radra and Sashi. I hope you enjoy the rest of the evening. Thank you. Okay, great. As you can see, there are so many cultures, and Dubai is famous for being a cultural hub. So that's what we have for now. And back to you, Sandy and Lamis. Thank you so much, Amal. إذا نشكر زميلة أمل الجابري ونعود مجددا لضيفتنا في الاستوديو مها عبد اللطيف القرقاوي. مها، سؤال سريع وأخير، يعني خلينا نقف عند مضمون شعار إكسبو 2020 وهو تواصل العقول وصنع المستقبل. لماذا تم اختيار هذا الشعار، وما الرسالة الإنسانية التي يود إكسبو 2020 أو 2020 توصيلها للعالم؟ طبعا دولة الإمارات على مر التاريخ كانت دائما نقطة توصل، وكانت دائما منصة للتواصل. فالشعار تواصل العقول وصنع المستقبل ما يا من عبث، يا من إيمان دولة الإمارات في أن بدون التواصل ومن غير التعاون على كافة الأطراف ومن جميع الجهات ما بنقدر نحن نناقش القضايا اليوم تواجه العالم، ولا نقدر نحقق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. شكرا لك. إذن ضيفتنا مها عبد اللطيف القرقاوي، رئيس إدارة المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي. شكرا لوجودك معنا اليوم. إذا يا ساندي، بصراحة أنا كنت أتمنى أحضر كل الفعاليات اللي تقام في كل إمارة في إمارات الدولية. كنت أتمنى أن الفعاليات ما تتزامن كلها مع بعض عشان نقدر على الأقل نستمتع بأجواء الاحتفالات في كل إمارات الدولة. لا تحاتي يا لميس، صح هيك بيقولوا، لا تخافي، الاحتفالات كلها منقولة عنا على الشاشة، وأكيد زي ما نحن شايفين احتفالية سنة لننطلق. يعني بالفعل زي ما ذكرتي لميس، تشمل جميع إمارات الدولة، وأكيد تشمل أيضا أنشطة ومفاجآت مثل ما بنعرف، ومثل ما ذكرنا الفنان الإماراتي حسين الجسمي سيحيي حفلا حيا أكيد، وهناك حفل أيضا للفنانة العالمية مرايا كيري والمزيد من الفعاليات كذلك. جميل، رائع يا ساندي. طبعا اليوم الفعاليات بدأت من الساعة 5 العصر وتستمر حتى الساعة 10 مساء في جميع الإمارات، في أبو ظبي، في الشارجة، في أم القيوين، في جميع إمارات الدولة. طبعا ياسين نشوف إمارة الشارجة حاليا واحتفالات إمارة الشارجة الجميلة، طبعا عروض موسيقية، وما أعتقد كذلك ألعاب نارية. نعم، أنشطة ثقافية كلها تحتفي بجميع ثقافات طبعاً. العالم. يعني كنا في إمارة الشارقة، نعود الآن لإمارة دبي. نعم. يمكن جميع في انتظار لميس بدء العد التنازلي على واجهة برج خليفة. نعم. في تمام الساعة 8:20 لتبقي سنة واحدة طبعا على انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، هذا المعرض العالمي الدولي الذي يعني العالم بأجمعه ينتظر هذا. نعم. المعرض. إذن ضيفنا
طبعا المهندس أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020. أهلا وسهلا معك. يا مرحبا. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. بالبداية يعني خلينا نتعرف إلى أين وصلت مراحل الأشغال الأساسية الآن في موقع إكسبو 2020 دبي الرئيسي. الحمد لله من أول ما بدينا أعمال التصميم والإنشاءات في موقع إكسبو في 2015 الهدف كان أن للانتهاء من جميع المباني بحلول أكتوبر 2019 جميع الأعمال الإنشائية الرئيسية. الحمد لله خلصنا البنية التحتية في نهاية 2018 بشكل كامل. جميل. المناطق المفاهيم الرئيسية الثلاثة، منطقة الاستدامة، منطقة التنقل ومنطقة الفرص، تم الانتهاء بشكل كامل من هاي المناطق. الأعمال المتعلقة بمباني الثيم المفاهيم الرئيسية، مبنى الاستدامة ومبنى التنقل، وصلوا مرحلة متقدمة جدا، وإن شاء الله متوقعين من نهاية انتهاء من كافة الأعمال مع بداية العام القادم. وبدينا فعليا في أعمال التصاميم والديكورات الداخلية لهذه المباني، طبعا بالتعاون مع الدول المشاركة في اللي يتم تخصيص لها مباني في داخل منطقة الإكسبو. نعم، خبرنا عن المباني وكيفية تقسيمها من الداخل. كمخطط عام للإكسبو ينقسم المخطط العام لثلاث مناطق رئيسية تتبع المفاهيم الفرعية للمفهوم الرئيسي اللي هو تواصل العقول صنع المستقبل، مفاهيم الفرعية اللي هي الاستدامة والتنقل والفرص. كل منطقة تم بنائها بشكل يتلائم مع هذا المفهوم، وطبعا كل منطقة تحتوي على مبنى رئيسي للمفهوم الفرعي. عندنا مبنى مخصص للتنقل، مبنى مخصص للاستدامة، ومبنى بعد مخصص لمنطقة. شكرا جزيلا لك المهندس أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020. مشاهدين الكرام أكيد متواصلين معكم في هذه التغطية الكبيرة للاحتفالات التي تجري هنا في دبي وفي الإمارات السبع، احتفالات سنة لننطلق. وأكيد سنبدأ الآن بالاحتفالات الرئيسية الموجودة في المنصة الرئيسية لاحتفالية سنة لننطلق. ننتقل مشاهدينا معكم إلى أجواء الاحتفالات في المنصة الرئيسية.
Good evening and welcome to the Expo 2020 One Year to Go Countdown Festival live here at the Burj Park Dubai and all over six other festival sites across the United Arab Emirates. My name is Khalid Al-Amri and I will be your co-host for this evening. And my name is Aisha Al-Mazmi and we'll together will be our host for the Expo 2020 celebration and we'll be cutting the countdown very soon at 8:20 p.m. Our special festival of events have been celebrating the very best performing talent from international countries around the world and locally. And a lot of these international artists live right here in Dubai, showing us that Dubai is now a cultural hotspot and that it is a place that artists and creators love to come to bring new ideas to life and bring their dreams to reality. And this is what we love about Expos. They are a celebration of all kinds, from technology to the natural world, to the sciences and to the arts. And in 1 year's time, on the 20th of October, 2020, we will begin to welcome the first of 25 million visitors over a six-month period into Expo. So talking about sharing and celebrating, let's go live now to our friends at other festival sites across the United Arab Emirates. Can we get a big wave from everyone across the UAE? Dubai, let's give them a wave too. And can we get a big, oh, there they are. Let's give them a wave again just so they know that we see them. Can we get a big cheer from Abu Dhabi? Okay, so now the Expo 2020 is for the whole nation. So let's briefly join Angie Kwan and Mo at Turkey in Abu Dhabi. So, Angie, Mo, how's everything going in Abu Dhabi? It's been absolutely amazing, riveting, and thrilling. It's everything you could imagine and more. The atmosphere is absolutely fantastic here in Abu Dhabi. I feel like we're already there when we're 1 year away. How about you, Angie? How do you feel? You guys need to be here to feel what we're feeling. It's incredible. We're at the Louvre. The weather is amazing. The vibe is amazing. I love the fact we have men, women, children of all ages. We're so happy and so happy to be here tonight and can't wait for the golden hour. Amazing. Wishing you guys an amazing time in Abu Dhabi. Enjoy. Let's go, guys. Come on, let's go. Let's go. We welcome all the Emirates. It's great to have every single one of them together connected live on television to celebrate this amazing feat. It is certainly Expo 2020. It is for the whole nation. We cannot wait to continue later on with all the festivities and the countdown. We will be joined very shortly with Shraddha Kapoor, all the way from Bollywood, and our very own homegrown favorite artist, Hussein Al-Jasmi, and the one and only global superstar, Mariah Carey. Are you guys ready for her? Wow. Now, the Expo 2020 is all about recognizing and celebrating new talent. But the key word here is collaboration. And that is one of the key themes of the Expo 2020. So what happens when you take five musicians who have two strong passions, that of music and that of collaborating with each other? Let's take a look behind the scenes at what happened. As you know, we have a musical theme for the 1 year to go event for Expo. We thought it'd be really lovely to get you guys to do your own version of it, kind of make it your own. Put your personality on it, which is why we're here. Bang, bang. No. The beginning should be handpan and maybe canoe. Yeah, and then maybe an acoustic guitar. Then electric comes in. And then the beatboxing. Halifa is an amazing singer and a guitarist too. We have Kanoon. Najam's the only female Kanoon player in the region, and she's super talented.
Ray, our beatboxer, is a great addition. And we have Kadoon, who plays loads of world instruments, and the handpan, which is great, of course. And Dina. Dina's a great guitarist and a great personality. And I think to mix those instruments that come from all over the world, put them together onto one track is very much the essence of Expo. Of Expo is well and truly alive. And it was great to see the music of all these artists when they all come together. Now, earlier you saw the two wonderful Expo 2020 mascots, Rashid and Latifa. And I know that Aisha has been very keen to meet with them. So I think she's somewhere around. Aisha, have you got them yet? Are you with them? Yes, I am. Hi, Khalid. I am right here. In Salama's world, and as you can see, I'm standing behind Salama. You might be asking, who is Salama? She is the amazing Ghaftree right behind me, and I have with me Latifa and Rashid, and I look forward to taking a selfie with them in a little bit. But right here, I've got some lovely children who would love to tell us about their experience. Hello, what's your name? Hello, my name is Asal. How are you feeling tonight? Are you having fun? Yes. What did you like the most about Salama's world? Making the lanterns. Making the lanterns. That sounds exciting. I should probably join you and make some of my own lanterns as well. What about you? What's your name? Najd. Najd. Am I right? Yes. That is wonderful, Najd. I'll be taking a selfie very soon. So you guys should come over to Salama's world. And actually, let me try it again right now. Are you ready? Let's get closer.
Thank you, Aisha. I'm delighted to see that you embraced the spirit of the Expo 2020 and made friends with Rashid and Latifa. Now I want to pay a visit to another festival site, this time in Fujairah, and the master of ceremonies there is Rania Yunus. Rania, how has the spirit of Expo been with you in Fujairah? Hello, Khaled. Good evening. Of course, here the atmosphere is amazing in Fujairah. We are all celebrating this beautiful, outstanding event, of course. And we can't wait for 20 October 2020. Of course, Dubai is promising the whole world to be such an amazing expo. And yes, we are all looking forward. And everyone here is very happy and, of course, enjoying this amazing event. So let's say hello to Dubai. Thank you so much, Fujairah. It's great to see the spirit of Expo alive and well all across the UAE. Now, whilst millions of people from around the world are planning their trip to the Expo 2020, many are wondering, what is the Expo? What can I expect, and how will it change? And how will it change the world? There are a lot of things that are going to be happening at Expo. We have sustainability. We have countries from around the world that are going to be showing their innovations. We even have food. How many of you want food at the Expo 2020? Yeah, I see all the food trucks. There's going to be all these countries showing their culture. And it's a way for us to see the world in one go. I asked a lot of people at the Expo site, how would you describe the Expo 2020? And the best answer that I heard from them is when they said, imagine a world in a room. So looking at all the faces that I see here today, I can guarantee that there's going to be a representative from every single one of your countries showing the best of your country to the world. So now, the Expo 2020, to explain it better to you all, have commissioned a series of commercials in different languages, from Arabic to English and languages all around the world. Now today, we want to feature one of the commercials, which is by our very own Hussein Jismi in the Arabic language. Please give a big round of applause. انت ما كنت يوم اكتشف الانسان النار زمان، ولا يوم تدفى بفرو الحيوان واخترع دراجه تنقله لكل مكان، انت ما كنت يوم الحساب غير كل المعادلات، يوم بنوا الاهرامات ورسموا الموناليزا اشهر اللوحات، انت ما كنت اول مره كتبوا على الورق ومثلوا على اول مسرح، يوم طلعوا بنظريه الجاذبيه وفكره الطيران صارت حقيقيه، انت ما كنت يوم الفوا الموسيقى الكلاسيكيه، يوم الوقت صار ارقام والروك اشتهر في كل مكان، بس هذه المره تقدر تكون أول من يشوف ابتكارات سابقة للعصر وعروض ما يتصورها عقل، تقدر تشهد على أروع الأفكار بالفن، الأزياء، العلوم والموسيقى. هذه المرة ما بيفوتك 6 شهور من الاحتفال بإبداع العقول البشرية كلها في مكان واحد بتجتمع، وبالمستقبل بتحتفل في الحدث الأروع في العالم. دعونا نرحب بالفنان الإماراتي وسفير إكسبو 2020 حسين الجسمي على المسرح. Ladies and gentlemen, please welcome acclaimed Emirati artist and Expo 2020 ambassador حسين الجسمي.
عشرة ولا معرفة وبصمت العشرة خلاص بالشفة أنا من دلوقت ورايا مجنون بيك هفضل ورا منك ألف ودود إن شاء الله نروح تلميك دكتور يا حبيبي دوايا أنا أستنى أهلا بكم في الحدث الأروع في العالم، أهلا بكم في المدينة الأروع في العالم، أهلا بكم في إمارات التسامح والمحبة. شكرا. الله حيهم نورين. يقول اللي قضى ليله حريف عاصم
يوم استحامة
منورين، نورتوا نورتوا. عافيكم.
شكرا. في طلب هني birthday girl نغني لها happy birthday to you happy possible in Dubai. You're more than welcome. And happy birthday. وأنا أكثر والله شكرا. يلا رقم طيب. دي فرقة كعب وهتعملها وصعد الدنيا هتقولها وخد بعهد تعدلها سكت جديد خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك تبشر Ladies and gentlemen, Hussein Jesmi. One more round of applause. An incredible performance by a remarkable artist. Thank you so much for being with us at the Expo 2020 Countdown event. Now, earlier this evening, you saw a commercial about the Expo 2020 asking the world to come to Dubai to show the best of humankind. Now we're going to see a version of that in English.
by a global icon, Will.i.am. One, two. You weren't there. You weren't there when humans conquered fire, when they wore animal skin attire or invented the bicycle tire. You weren't there when they created algebra, built the pyramids in Giza or painted the Mona Lisa. You weren't there when they first made paper or built the amphitheater, when they calculated gravity or made flying reality. You weren't there when they composed the classics or discovered antibiotics, made the mechanical clock, or taught the world to rock. But you could be there and with your own eyes witness new acts of human genius. Be there to see the alliance of art, music, fashion, and science. See a futuristic festival filled with ideas new and radical. Performance is magical in a six-month-long spectacle. This you can't afford to miss. It's the best of humankind in the greatest show of our time. What did you all think of that? Incredible. So put a date in your diary, ladies and gentlemen. There are no excuses. Expo 2020, the greatest show on earth, running from 20th of October 2020 to April the 10th, 2021. So now we're almost 1 year away. And that is a full year of incredible events leading up to it. And tonight, what you've seen this evening is just the beginning. Our countdown is almost upon us, and we have a surprise to get that countdown underway. To help us, please welcome on stage one of Bollywood's greatest, Shraddha Kapoor. Marhaba Dubai. Marhaba Dubai. It's so nice to be here. Thank you for having me. It's so nice to have you here. It's welcome to Dubai. So tell us, now, is this your first time here or? Oh, no. Absolutely not. I can't count the number of times that I've come to Dubai. I've come here as a little girl, and then when I grew up a little more, I came here with my family, and I was just here shooting for one of my films. So thank you for having me back again. Amazing. It's great to have you. Can you tell us a bit about the film that you shot in Dubai? What was it about? Without giving too much away, because it's releasing in Jan, it's called Street Dancer. So it's about dance. And hopefully all of you out there like to watch dance and love dance. So we were here, we had a really, really good time shooting in Dubai. And I have to say that the shots that we got here were really amazing. And I'm just excited for everyone to see it. So are you going to be visiting the Expo 2020? Yes, I will. And I would love to come. And I'm so excited because there's so many interesting innovations, you know. And I know that, like, we're running on a timer here, aren't we? Yeah. We've got a bit of time. We can't chat beyond 2020 because that's when the countdown comes on. It is. So, and we're going to take all of you right through that. So I have a question. You said you have a history in Dubai. So we have a lot of people who were born and bred and lived in Dubai. And what is your greatest memory of being here in Dubai? It's really, really hard to pick. I think the most fond memories for me were when my family got me here for a holiday. Oh. Yes, absolutely. And who doesn't love family time and you know, a nice vacation? So that was definitely one of my most precious memories. And now that I shot a film here as well, I think that's awesome. You've got the Dubai stamp. Now, I've just been given 15 seconds by the producer, and I know Aisha from Salama's World is also waiting for us to join in the countdown. So everyone, we are going to be up on stage. The timer is going to be up there. And I want you all to join in counting down 2020 at 2020. Are you all ready? Are you ready? Let's go. 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
Emirate for being part of the 1 year to go countdown celebrations. Woo! I am so excited to be here with you all tonight to celebrate this special event across the nation for Expo 2020, Dubai's 1 year to go moment. You know, it's going to be the world's greatest show, so make sure to be there next year. All right, I want to do this one for you. This is from a song that I wrote for my album, Music Box.
when I was just a baby.